القشطة المطبوخة لكل أنواع الحلويات، وأضمن طريقة أنه ما تظهر هيدي الحشوة لبرا وقت القلي أو الخبز، والقطر اللي دايما بسكر معكم وصفتين بفيديو واحد. حافظ الوصفة وحضر الفيديو للآخر. هيدا القطر هو لكل أنواع الحلويات، اللي هو كبيتين بكوب، وهو مش رخو كتير ولا سميك كتير. بتركه لحد ما يبلش يغلي عنا. شوفوا شو رح نعمل بعد ما غلى. ليكو ما عاد في سكر، خلص السكر كلياته داب عندك. بدي احط عصرة الحامض وبخليهم عم يغلوا كمان على نار عالية كرمال هيدا السكر هون بس يعلي. بنعمل وبنعمل هيك للاطراف كلهم لحتى اي شيء من السكر ملزق على الاطراف بيروح. حط هيك شقفة صغيرة من القرفة بقلبها. ماء الزهر بالقطر كتير طيب، حط شوي منه. هيدي القشطة رح تكون لأي حشوات مقلية أو مخبوزة بالفرن. هلأ بدي لتر من الحليب كامل الدسم، نص كباية من السميد الناعم، نص كباية من النشا، وكمان أي نوع من القشطة بنحركهم على البارد. قلنا نحرك فيهم. هيدي القشطة بيعتمدوها أصحاب المحلات لمعلوماتكم. رح حط غطا ما بتكتره. كيف جامدة، وبعد هلا بس تبرد بتجمد اكتر.